بدي ارحب بطالب دغيم كاتب وباحث تاريخي، هو معنا من كندا. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ هلا بيك، انت شلونك؟ زين الحمد لله بخير. اكيد سمعت التقرير معنا، واكيد بتفاصيل ممكن نضيفها على تقريرنا، ونحكي ايضا عن موقع قصر العظم بحماه. نعم، بكل تأكيد قصر العظم هو أحد المعالم التاريخية الأثرية السورية العثمانية التي برزت في تاريخ سوريا، وهو توسط مدينة حماة القديمة بالقرب من الحديقة العامة مطلا على نهر العاصي. من خلال النهر ممكن أن نرى معظم المعالم الأثرية التاريخية لمدينة حماة، ومن أبرزها الجامع النوري وحارات حماة القديمة. تسمعين نوافير صوت نوافير حمام من خلال شرفات هذا القصر العظيم. تعود تسميته طبعا إلى أسرة العظم. أسرة العظم هي أسرة سورية أصلها من معركة النعمان، حكمت سوريا في فترة القرن الثامن عشر الميلادي في العهد العثماني. برز من بين أهم شخصيات هذه الأسرة أسعد باشا العظم، هذا الرجل العظيم الذي طوطأ اسمه في البناء والحضارة والتشييد العمراني، سواء في حماة أو في دمشق من خلال قصر النسخة الثانية التي بناها. طبعا النسخة الأولى في حماة التي بنيت صحيح 1740 42، والنسخة الثانية في دمشق في الجامع الأموي عام 1749. أستاذ طالب، التصميم العمراني لقصر العظم شو اللي بيميزه؟ يميز التصميم العمراني طبعا في هو بني على عدة مراحل كما ذكرنا، ممكن أن أتوسع بها لو أردتم، لكن تفضل. على مستوى التصميم العمراني نتحدث، يعد القصر من روائع العمارة العربية الإسلامية، لأنه دمج ما بين المزيج البيزنطي السوري والسرياني وما بين المزيج الإسلامي والعثماني، من خلال لأن الأيادي الفنية كانت أيادي سورية هي التي شيدت هذا القصر العظيم. في باحثة الطابق الأرضي نجد شجرة المانوليا، وفي عمر في عمر في في معظم الزخارف كانت من الشعر وورود واشجار. طراز الهندسه الاضافي، فنون الفسيفساء والحفر على الخشب، فرشت اغلب الغرف في هذا القصر بالقاعات بالرخام والحجاره الملونه بالاشكال الهندسيه البديعه، كما زخرفت السقوف والجدران بانواع الزخارف الخشبيه والنباتيه والهندسيه، والتي تخللتها ايضا ايات قرانيه واحاديث نبويه، وكذلك اشعار توحي بتواريخ بناء هذا القصر ومراحل بنائه. وهناك نجد الزخارف العربيه، يعني العماره العثمانيه التي بنيت في تركيا قد لا نجد فيها كثير من معالم الزخارف العربيه، لكن في هذا القصر ما يميزه هو كثره الزخارف، حتى نوع الفرش هو الفرش الابيض المعروف في حماه، والذي ميز هذا القصر. جميل. ممكن لو أردتم نضيء إضاءة على تاريخ بناء هذا القصر أو مراحله. يا ريت. طبعا هذا القصر، نعم، هو الذي بدأ ببناء هذا القصر هو عبارة عن مشروع استراتيجي أراده أسعد باشا العظم أن يحيي أي مكان يدخل إليه من الناحية العمرانية. فأسعد باشا العظم هو من أعظم من تولى حكم سوريا في العهد العثماني، تولى في حماة ومن ثم في حلب في دمشق في مصر حتى نهاية حكمه. بنى هذا القصر بداية في قاعة اسمها قاعة الذهب أو قاعة الكبرى، وهي بنيت في الطابق العلوي، والاسطبل المستودع العلف في الطابق السفلي. وما يدل على تاريخ القصر في عهده أبيات شعرية كتبت: وعش عمرا مديدا في سروري، وعيشك طيبا صاف نظير، وقل لمهندس الغرفات أرخي بقاعة أسعد تحلو قصوره. وقد رمى من نصوح باشا وهو أحد أبنائه قاعة العظم في عام 1780، وانقلب هذا القصر من قصر لحكم المتسلم الذي كان يتولى حماة إلى قاعة سموها قاعة الحرملك، وابتنى نصوح باشا قاعة أخرى للرجال سماها السلملك. نعم، وبعد ذلك مؤيد باشا العظم أكمل بناء هذا القصر عام 1824، يعني بعد حوالي 40 سنة أكمل في بعض الأجنحة في الطابق الأرضي، بنى قبو آخر ملحق بالأسطبل، وشيد فوقه جناح كبير في قاعة كبيرة مزينة بالزخارف. في عام 1830 أحمد مؤيد باشا العظم زين الطابق الأرضي فأنشأ إيوان بديع وفسقية كبرى مثمنة الشكل، يعني هي التي تقريبا شاهدة حتى الآن، بالإضافة للحمام الذي سماه حمام المؤيدين. نعم. طبعا أولاد أحمد باشا العظم هم الذين سكنوا القصر. فقط هذه العائلة أستاذ طالب هم من سكنوا قصر العظم؟
ليس هناك عائلات أخرى. لا، هناك معظم ملاك هذا القصر حتى عام 1918 هي ملكيه خاصه تقريبا، كانت لا اقول ملكيه بقدر ما هي موارثه توارثوها طبعا في اولاد احمد رشاد بحكم مكانتهم الاجتماعيه والسياسيه والفكريه وايضا الاقتصاديه في المدينه، فكانوا تقريبا هم الذين يتوارثون اولاد احمد باشا، اولاد احمد باشا العظم، احمد مؤيد باشا العظم، بقوا هو اولاده واحفاده حتى في 1918 عندما تحول الى مدرسه جامعيه دار العلم الاهليه في مدينه حماه، وترك بناء القصر في مراحله تلك بشكل عمرانيا بديعا فعلا نعتز به كصرح حضاري. فعلا حتى يقال انها دره فريده بالزخرفه، لانه الزخرفه الموجوده بالقصر جدا جميله، ولكن للاسف القصر تعرض لحريق كبير تضرر نتيجته قسم كبير من القصر. لو نحكي على الاقسام اللي تضررت نتيجه هذا الحريق، وكيف صار هذا الحريق ايضا؟ بالنسبة للحوادث التي مرت في حماة، مرت كثير من الحوادث في مسألة تعرض لها قصر العظم من هذا الحريق، تضررت في عصم الحرمبل طبعا، مراحل الترميم ليس لدي تواريخ ثابتة في معرفة متى تواريخ الترميم جرت، لكن في العهود اللاحقة التي أتت في عصر الدولة الحديثة تم ترميم هذا القصر على 3 مراحل، في عصر في مرحلة شكل القوات اللي جرى بعض الترميمات بعد أن حول هذا القصر إلى متحف، هذا القصر تحول فعليا إلى مركز لحفظ التراث الشعبي الحمر، وأيضا من ثم في عهد حرب أسد أيضا جرى عليه بعض الترميمات، كانت مديرية المتاحف هي تقوم بهذا الدور حتى فترة حتى بداية الثورة السورية، لم يجري عليه أي تغيير بعد ذلك، بالعكس أهمل كثيرا، والقصر بحاجة إلى عناية، فهو الآن موجود على لائحة التراث العالم، ومنظمة اليونسكو اعتبرته أحد أبرز المعالم الأثرية في مدينة حمص. دائما ما يسأل عن ما يتغير بتلك المعالم خلال الحقب التاريخية، ولكن اليوم أيضا هناك تغيرات طرأت على كل هذه المعالم خلال فترة الثورة السورية. خلال 12 عاما أو 13 عام، ما الذي تغير بقصر العظم في حماة؟ قصر العظم أهم شيء، أول شيء لم يعد هناك أقبال سياحي أو أقبال من الزوار سواء الأتراك أو الأجانب ككل، حتى السوريين كان أي مواطن أو أي إنسان سوري يمكن أن يذهب إلى يزور حماة لابد أن يعرج على قصر العظم، لأنه مفخرة تاريخية حقيقية توجد فيها الأيدي السورية، هذه الأيدي التي بنت المجد في كل مكان وصلت إليه، وبنت النور وأضاءت في كل مكان. أيضا من الأشياء التي تغيرت هي مسألة الكثير من معالمه الزخرفية، وكثير من البلاط أو ما يسمى الرخام تعرض لتفسخات، تعرض لتكسرات، لا يعني لم يعد هناك لدى هذا النظام أو لدى هذه الحكومة أي أدنى لم يعد لديها أدنى اهتمام بمثل هذه المعالم الحضارية، لأنها معالم مرتبطة بالسوريين، بالشعب السوري، بقيمة هذا الشعب، بالتاريخ أيضا. وبتاريخ سوريا، هم لا يريدون تاريخ، يعني نحن الشعب السوري هو الذي يبني تاريخه، هو الذي يهتم بتاريخه، فبالتالي أنا ما أراه اليوم هو الإهمال، إهمال على مستوى البناء كثير من الزخارف محيط معالمها، فضلا عن ذلك لم يعد هناك اقبال لا سياحي ولا حتى هناك نفس لذا الشعب ان يرمم، فهناك الكثير من البيوت التي يجب ان يرممها السوريون يعود اليها يعيشون للاهداف التي خرجوا اليها بحريه وكرامه، ليستطيعوا ان يبنوا قصر العظم في حماه وقصر العظم في دمشق وقصور وحمامات كل المعالم التاريخيه والاثريه الموجوده بسوريا. يعني افهم منك انه باهمال بالقصر، هل تعرض على مدى السنوات السابقه الترميم ربما، يعني اذا كان بتصدعات كبيره؟ نعم، بكل تأكيد أنا ذكرتك أن مديرية المتاحف كانت قبل الثورة السورية قد اهتمت قليلا، ليس كثيرا، لأن الميزانية أصلا كانت تخصها حكومة النظام السوري سابقا، لم تكن تلك الميزانية التي يمكن أن يعول عليها، إنما ممكن تحصل على بعض
بعض التصدعات التي تسبب خطر على الزوار أو غيرهم من بعض الأقواس الموجودة، أو مثلا الأبواب أو غيرها تعرضت لترميم. نعم، لكن بشكل عام دائما انتظرت حكومة النظام السوري على مدار السنوات الماضية أن تأتي الأمم المتحدة وأن يأتي الهيئات التراثية العالمية هي التي تقدم الدعم لترميم هذه المعالم الأثرية السورية. للأسف سوريا يعني فيها من الأوابد التاريخية والحضارية شيء لا يمكن عده على أصابع لا اليد ولا حتى في الكتب، لكثرة ما فيها من أثر حضاري وإنساني وتاريخي، لكن بسبب هذا الإهمال الحكومي بشكل أساسي وبسبب عدم ربط هذا المعلم بتاريخي، يعني حتى المكتب الظاهري في دمشق حولوها آخر شيء لمكان فقط، يعني فقط أقفلوه يقولون ترميم على مدار سنوات طويلة، الناس تزور المكتب الظاهري لا ترى فيها أي شيء. بالتالي نحن نقول دائما أن الحرية هي التي تصنع الحضارة، الحرية هي التي تصنع الإنسان، هو الذي يصنع الحضارة عندما يكون حرا يستطيع أن يجسد معالم الحرية والعطاء من خلال الدعم، من خلال الرعاية، من خلال الاهتمام. يعني موضوع قصر العظم صراحة من يقرأ تاريخه حتى قصر العظم في دمشق يعني يرى كيف يمكن لمن يرعى أو لمن يحتضن هذه المعالم أن يتركها بهذا الشكل، يعني مستحيل قصور تغلق مثلا. هذه كنوز، فهم كنوز الدنيا، لم يهتموا لها يعني لو موجودة هي المعالم الأثرية بأي دولة كان شفنا كيف الاهتمام، شفنا كيف التشجيع على السياحة، شفنا كيف تترمم، كيف يتم التعامل والحرص على هذه المعالم الأثرية. لكن في سوريا للأسف يحدث عكس ذلك. نشكرك على المعلومات اللي قدمتها طالب دغيم، كاتب وباحث تاريخي، كنت معنا من كندا. شكرا لكم.